الحته بتاعه التقسيمه ال 120 مقعد. من الذي انشا هذه الازمه؟ هذا الدستور الذي تكلمت عنه قبل ان يصدر. وانا بقول الكلام ده عمرو موسى سامعني دلوقتي، كنت يوميا على اتصال بيه بقول له حرام اللي بيتعمل في مصر. هذا الدستور روح اللي قالك عليه امبارح، اللي اتعمل في افغانستان واللي اتعمل في اليمن وفي العراق. هذا الدستور المعيب اللي عمل لي اختراع بيقول لي 120 مقعد. انا عندي 120 حزب. لو انا اخدت كلام الفريق شفيق حد لكل حزب مقعد من دول. طب في وسط المقعد ده، ولسه كنا بنتكلم في الحوار ده بره، الفئات المهمشه، النهارده هجيب المراه منين رئيسه الحزب؟ ما لحد بقى رسائل العين لازم نحترم الكبير، وهجيب رئيس الحزب اقول له خد المقعد انت، او الامين العام او امين التنظيم. انا عايز مراه وعايز شاب وعايز عاملين في الخارج وعايز احتياجات وعايز الامكانيات وعايز اقباط وعايز شباب، هجيبهم منين في دول؟ دي ده كمين اتعمل للشعب المصري عشان نفضل في الديلمة دي. وانا قايل الكلام ده ومنشور في الصحف كلها. طيب. ان هذه اللجنة الـ50 بقيادة عمرو موسى ورطت رئيس الجمهورية قدر ولم يكن هناك رئيسا للجمهورية.